بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة أينما تكونوا، وحياكم الله وتحية طيبة لكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. وها نحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم مرة أخرى، والبرنامج المباشر الفقه حياة. وكالمعتاد أكيد نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا. سلمكم الله وأهلا تعالى، وسهلا ومرحبا. بارك الله بكم، حياكم الله، أدام الله عزك وتقبل الله أعمالك إن شاء الله تعالى. نعم، حياكم الله سماحة السيد وأهلا ومرحبا، وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. سماحة السيد، كما وعدنا السادة المشاهدين في الدقائق الأولى من كل حلقة من هذا البرنامج، يعني نسلط الضوء على موضوع معينة. اليوم بودنا نتحدث عن خلق الصائم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ماذا يجب عليه وماذا يجب أن يكون، وما له وما عليه؟ صراحة سيد، يعني نشاهد بعض الحالات، ربما يعني أثناء مراجعة بعض الدوائر للأسف نرى بعض الموظفين ربما يتعاملون مع المراجعين بأسلوب يعني غلظة، وأسلوب لا يلائم يعني طبيعة الصائم. بداية، كيف تعلقون على هذا الموضوع، وماذا يجب على الإنسان المؤمن في هذا الشهر المبارك؟ حياكم الله. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال أخي الكريم، الإنسان عنصر يتأثر بالمؤثرات، يتأثر بالمحيط، يتأثر بالأمور. تجده إذا كان متعبا فإن تعبه وسهره يؤثر في أعصابه، يؤثر في تصرفاته. إن كان مليا حسب تعبيرنا، عنده فلوس، تراه منشرحا مرتاحا، أعصابه طيبة. إذا قدر عليه، وقدر عليه كما يقول القرآن الكريم، قدر عليه رزقه، يعني ذي قلة فلوسه ورزقه، تشوفه يتكدر وأعصابه تتوتر، وأقل كلمة ينفعل ويخرج عن طوره. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا جت بنية يتأذى، وإذا جاء ولد عليه حال يستبشر، وإذا علي زوجته طيبة معه يشوفه مرتاح، إذا زوجته قلبة خلقتها يشوفه متأذي بالشارع. الإنسان هالشكل، الإنسان يتأثر بالمحيط ويتأثر بالأمور بشكل كبير جدا، خصوصا الإنسان اللي ما مربي نفسه. يعني ما مربي نفسه بهالمعنى أنه شو، بعض الناس هو مربي نفسه وضابطها، قضاياها ما تأثر عليه كثير، حتى أنه إذا أصيب بماله يسترجع ويستخلف الله، يقول شو سوى بعد، الله هو اللي أنطه وكذا. هذه تربية، هذه قوة روح ونفس وأعصاب. إذا ابنه توفى، إنا لله وإنا إليه راجعون، تأذى بس على حال أن القلب لا يحزن. النبي الأعظم يقول أن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع لما مات ابن إبراهيم، ولا نقول ما يسقط الرب. شو نسوي؟ هذه تربية. الإنسان لما ما يتأثر بالمؤثرات، هذه هواية حسب تعبيرنا تعبان على نفسه. أما لا، أقل شيء يطفر، أقل شيء يتنفرز، أحسنتم، هذا في واقع الحال ما تعبان على نفسه، يعني ما ضابطها نفسه، جعل نفسه ماذا، مطلقة العنان، كيف نفسه تجيبه منا وتأخذه منا. كثير من الناس هالشكل، لم يسيطر على عوامل. أحسنتم. لا. فلذلك تشوفه شوية جوع، خلص الدنيا تصير سودة أمامه، وأخلاق سيئة، ويسب أهله ويسب الأطفال ويضرب. هذا اتصل علي قبل كم يوم. نعم. على برامج. نعم. سيدنا، أنا سيدة من رسول الله، حياك الله، تفضل. قال أنا أصوم. زين، الحمد لله. زين، شنو سؤالك؟ قال بس أنا ما جاي أشرب جغاير، لما ما أشرب جغاير ما عندي أعصاب، كل يوم ضارب الأطفال وضارب الزوجة. هو يقول ضارب الزوجة، مكسر الصحون، مكسرها بالمطبخ. زين، قلت له هذا الصوم
شنو الصوم؟ أليس نوع من علي حال تربية، نوع من تحمل الصعوبة، نوع من تربية الناس وتهذيب النفس وتهذيبها؟ شنو الصوم؟ الصوم مو بس جوع وعطش يا حبيبي، الصوم مو بس جوع وعطش، الجوع والعطش يدعوانك إلى أن تضبط نفسك، تصبر نفسك، وتحاول أن تستخلف الله في أمورك، لا تنزعج لا كذا. أما إذا أنت تصوم والناس تستغيث منك، والدتك ما أدري تخاف منك، وأولادك حسب تعبيرنا يلبدون بمكان حتى أنت لا تشوفهم، هذا مو صوم، هذه وحشية وسيما في هذا الشهر المبارك. وأحسنتم. فلذلك شنو؟ للأسف الشديد، طبعا الآية الكريمة هو لطيف، عندها كلمة لطيفة، رب العالمين يقول أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. رب العالمين يقول أنتم تتصورون أنه الطريق بأشواك اللي بأشواك ما يكون لك، يعني تودون أن غير ذات الشوكة؟ لا، الطريق بأشواك، طريق بمشاكل، طريق بصعوبات، ليس معبد وليس مو أنه حاطي لك هاي السجادة الأحمر وتحية وكموتشي، الدنيا مو هالشكل. أتودون أن غير ذات الشوكة، يعني الطريق السالك؟ لا، مو طريق سالك، طريق وعر. الصوم وعر، العبادة وعرة، العبادة تحتاج إلى صبر، صبر جهد ومجهد. ولذلك سمي في الحديث الشريفة إن الله يأمر بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. فسروا الصبر بمعنى الصوم. نعم، جميل. الصبر بمعنى الصوم، ليش؟ واقعا الصوم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى شوية ضبط. فلذلك أنت مو، يعني حسب تعبيرنا، مو فخر أنت صايم وتسيء التصرف مع المراجع وذم فلان الآن أنا جاء أجي أنا بالكوفة عندي برنامج، هسه جاء أجي صار شوية سيارات ما أدري إيش، وهذا طلع رأسه وقام يسب السواق، وذاك طلع رأسه. يا أخي رمضان وإحنا صيام، شوية أضبطوا أموركم، تحملوا. حالة النفرزة وحالة العصبية وحالة الخروج عن الطور، هذا ليس من أخلاق المؤمن. سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني كيفكم أنتم تتصورون أنه أنتم مؤمنين خلاص؟ لا، أنت مؤمن لازم تفتن، تفتن يعني تختبر، تفتن يعني تبتلى، تبتلى. فتنة يعني ابتلاء. فأنت يا حبيبي قلة المال ابتلاء، قلة الزاد ابتلاء، قلة الأولاد ابتلاء، واحد ما يصير المرض، المرض ابتلاء. فإذا احنا من ربي أنفسنا، من عدلها ومن هذبها، فما الفائدة من كل ذلك؟ إذن سمح السيد عذر على المقاطعة، الإنسان في هذه الدنيا في مرحلة اختبار، سواء كان في شهر رمضان وغيره. إنما الحياة الدنيا كما ذكروا على أن الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار عمل ودار جهاد، واقعا جهاد. حتى شوفوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، شو فلوس الله يعطيني إياها هي اختبار، وين راح تصرفها؟ راح تسوي بها؟ أحسنتم. أولادك فتنة، راح أولادك تربيهم عدل لو ما تربيهم، تطيعهم في الغلط لو توجههم هذه كلها، الحياة كلها فتن يا حبيبي. والدنيا كلها، لذلك ورد في الرواية الشريفة أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كافر مرتاح أما يفعل ما يحب. أحسنت. أما نحن مقيدون، تلك حدود الله، تلك حدود الله، فلا تعتدوها فلا تتعدوها. أكو أحكام لازم إحنا نتأطر فيها. المؤمن إذا أراد أن يفوز بجنة الله وبرضا الله، لا بد أن شنو؟ أن يتحمل كما تحمل أولو العزم من الرسول. رسول الله إيش قاعد يتحمل؟ نعم، أحسنتم. الإمام الحسين إيش قاعد يتحمل؟ كل أهل البيت، كل الأنبياء تحملوا الصعاب حتى شنو؟ حتى يوصلوا القيم ويوصلوا المبادئ إلى ماذا؟ إلى الأمة، بشكل هم كنماذج
هم كنماذج وقدوات لنا جميعا. فلذلك شوية الأكل حامض، شوية الأكل مالح، ما أدري الجو الحار وكذا، هذا لا يعني أن تلعب هذه الأجواء بمن بي أنا. أنا بشر يا إخوان، تدرون البشر شنو البشر؟ الله أكبر. سورة التين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. يقول الله أنا خلقت الإنسان من أفضل ما يكون، أفضل ما يكون، اللي خليت عنده العقل، هذا العقل جبار زين، ولكن هو الإنسان يتبع شهواته، يتبع قضاياه، ويتبع أموره، ويسقط في الحضيض. فأنا كما يقول عني الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أتحسب الإمام يقول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت بشر، أنت خليفة الله على الأرض. إني جاعلك في الأرض خليفة. زين، أنت خليفة الله على شوربة تتعارك؟ على بطل بيبسي العائلة تستغيث لأجمعها؟ على شوية ملح بالطعام تقلب السفرة؟ لا، ما هكذا. هذا يخالف سماحة السيد ما ذكرتموه أنه يعني خليفة الله عز وجل. بلي، يعني واقع واحد، يعني واحد يحترم نفسه، أنا أحترم نفسي، أنا شخصية وأجي أتعامل هالطريقة. فلذلك أيها الأحبة، الصوم مدرسة، والابتلاءات في الواقع هي طبيعية، فلا بد لمن يدخل المدرسة أن ماذا؟ أن يتهيأ إلى شنو؟ أجواءها، أجواء المدرسة، فيها انضباط، فيها درس، فيها واجبات، فيها مساءلات، فيها حضور، فيها غياب، لا بد أن ألتزم بكل قوانين الحياة. أيضا هكذا لعبة الحياة لعبة واضحة على أنه من جد وجد ومن زرع حصد، وكل إنسان يلاقي ما شنو يعمله. نعم، أحسنتم. ما يعمله، وكل نفس شيء أنه، وكل نفس بلي رهينة. يعني الإنسان مرهون بعمله. يعمل الصالحات يجد. أحسنتم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شنو شرا يره. أحسنتم. نعم، سمحت السيد، يعني حتى نستثمر وقت جنابك، ما أعرف زميلنا المخرج عندنا اتصال ولدينا بصمة. نعم، نسمع إن شاء الله. السلام عليكم. إذا رجل عنده أملاك وعنده أولاد وبنات، وفي حياته قام بتسجيل كل أملاكه باسم أولاده الذكور وحرم البنات الإناث من الميراث، هل هذا التصرف جائز يعني شرعا؟ زين، إذا يعني في هذه الحالة البنات زعلن، يعني وصار بنفسهن زعل على والدهن، هل يجوز لهن الزعل لو يعني مأثومات على زعلهن؟ نعم، إن شاء الله سماحة السيد يجاوبكم. ويانا اتصال ومشاركة من الأخ أبو علي، حياكم الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. الله يستر عليك. الله يتقبل صالح أعمالكم إن شاء الله. تفضلوا يا أبو علي. أبو علي من البصرة، حياكم الله، نتشرف. مولاي، سؤال. نعم. يعني إحنا عندنا مناسبات بالعشر رمضان، نسوي عزايم وعندنا غرايات، وهاي النسوان قاعدة تطبخ وإنا صايمة، هم بيها إشكال نسواننا. نعم. هن شو يقولن يا ابو علي؟ هن شو يقولن؟ راضيات؟ احنا راضيات، ما يحكي بعد، احنا قلنا طبخه نطبخه. جزاه الله خير، جزاه. هذا اذن النسوان لازم تخليهم على رؤوسكم. نعم، خلوهم في جهن على رؤوسكم. سيدنا مسوي اكل بعد، مو هن. جزاهم الله خير. نعم يا ابو علي، ان شاء الله سمعت علي سيدي جاوبكم، حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا. نعم، زميلنا المخرج ويا الاتصال. نعم، عندنا وصفة إن شاء الله نسمعها. أيوة سيدنا، مساء الخير. سيدنا عندي سؤال، أنا مريضة وعندي علاج ولازم أحط على رأس الزيت، يقولون يبطل الوضوء، ما حكم هذا؟ نعم، إن شاء الله سمحت السيدة جاوبكم. نعم، نسمع إن شاء الله بصمة أخرى. نعم، اتصال من الأخ أبو زهراء.
نعم أبو زهراء أنتم على الهواء، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يعني شلون الصحة؟ الله يحفظكم. ممكن أسلم على سماحة السيد؟ بلي السيد يسمعكم، تفضلوا. أيوة السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عم السيد رحمة أمك فاطمة الزهراء مناشدة يعني والله العظيم مظلوم مظلوم يعني من السماء للقاع والله العظيم يعني من سنة 2014 بالحشد المقدس نظر معممنا كذب عليه وهذا شهر رمضان يعني بالحشد المقدس ثلاث سنوات يضحكون عليه الفوج اللي كنت داوم بيه بلد يعني والله العظيم يعني حتى صار عندي شك يعني ما أقدر شغل يعني مع احتراماتي لك سيدنا وانت سيد ابن رسول الله سيد معروف يعني حتى صار عندي شك بالمعمم والله العظيم يعني ثلاث سنوات وهذا شهر رمضان واحنا صيام يعني ما خليت قناة مناشدته بلي والله ما ضليت قناة مناشدته ما خليت واحد مناشدته زين عفوا اسمك الكريم ابو زهراء ابو زهراء اعطي رقم تليفونك للاخوان اعطي رقم نعم تليفونك الاخ عسى ولا علي اشوف شنو مظلوميتك عسى ولا علي اي والله عزت امك الزهراء عسى ولا نعم ان شاء الله سمحت السيد اشوف وين مظلوميتك وين الاخ ابو زهراء ربي يحفظكم ان شاء الله تحياتنا لكم نعم زميلنا المخرج ويانا اتصال اخر نعم عندنا بصمه نسمح ان شاء الله وساعة اطلع الصبح من الصبح الساعة 6 وارجع للبيت الساعة 3 والطريق اقل من 22 كيلو لكن انا من ارجع من الدوام اتمرض كلش يعني ما اتحمل فايش نصيحتك انه يستحق الافطار او ما جو الافطار نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم نعم زميلنا المخرجين اتصال اخر نعم ويانا اتصال من الاخت ام غدير نعم يا ام غدير حياكم الله تفضلوا ام كيان وياك نعم ام كيان حياكم الله يا ام كيان سيدنا بس انا عندي شك بروحي يعني اذا طفلي يلمسني اشك بروحي يعني نقصني اشي لاخني او فشي يعني عندي شك يعني هل حلال طايمة وهيك الشك عندي؟ لا أقول للطفل إيش بي يعني الطفل بي بول بي نجاسة يعني ما لا ما بي شيء ما بي شيء إذا طلع برا ورد أنا هيك أشك عندي يعني ما أشك يعني أنت وسواسة أنت وسواسة؟ إي وسواسة وأنا حامل هسه بشهر الخامس هل يجوز أفطر لو أصوم عادي؟ أنت جاصومين الآن يا أم كيان؟ صمت يوم وفطرت ليش؟ ليش فطرتي؟ فطرت لأن جعت وأنا حامل خفت. نعم. زين أنا راح أجاوبك إن شاء الله. نعم إن شاء الله يا أم كيان سمحت السيد يجاوبكم على سؤالكم. تحياتنا لكم إن شاء الله. ويانا اتصال من الأخ أبو حسن. حياكم الله يا أبو حسن تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله. أنا سيدنا شلون صحتك؟ حياكم الله بارك الله سيدنا عندي سؤال أوجهه إليك والسؤال شوي أنا عندي مهم نعم وأريدك تركز وياي أنا إنسان بسيط عامل والله مفضل علي منطيني صحة وعافية والحمد لله وعندي من جهال خير من الله من الولد والبنات بنات اثنين كبار من الزوجات العام الله رزقنا الطفل فوق طاقتنا نحن ما نريد متكفين والحمد لله فمشينا الحمد لله السنة متفاجئين فجأة جانا طفل ولا زوجتي بيها حيل مال الحمل وتكمل حمل ولا أنا عندي قدرة مالية تربية ومدرسة وغيرها وهيج حال وهسه هاي عوفها تربية رزق يمر بالعالمين بس زوجتي ما بيها طاقة تتحمل وهاي تقريبا صار له عمره الطفل تقريبا 40 يوم أقل هيج شيء فقالوا لي قلت له ما انا ايش حكي ما اتجاوز خلي خبر السيد يلا شوف عفوا يا اسم الكريم نعم ابو حسن ابو حسن ابو حسن ابو حسن يعني انت ليش ما تستعمل موانع قضايا ليش هالشكل يعني سيدنا احنا مستعملين بس شيء فات بعد رحم
الله يرحمه ويرحمه ان شاء الله يا ابو حسن. سماحه السيد يجاوبكم على سؤالكم. نعم تحياتنا لكم. نعم ويانا اتصال من الاخ ابو زيد. نعم يا ابو زيد تفضلوا انتم على الهواء ان شاء الله. بلي تفضلوا. الو مساء الخير. مساء الخيرات الله يحفظكم. رمضان مبارك عليكم علينا وعليكم ان شاء الله. امين. بدون زحمة على السيد بس سؤال. نعم السيد يسمعكم. عندي اني بناء بغير محافظه يعني سكن الي يعني بتخذ. نعم. فاني يعني اصلي مثل السحر واطلع. نعم. جايز هذه الشغله مثلا واصل قبل الاذان والظهر لهناك. نعم. السكن في غير محافظة؟ يعني سكن آخر غير عندك؟ محافظة. السكن آخر غير عندك؟ بس هو السكن راح أستقر بيهم. أعرف لما تروح قبل الظهر هناك قبل الظهر من توصل تجدد النية؟ هو جدد النية يعني جدد النية يعني. جيد واضح. نعم إن شاء الله. عندكم سؤال آخر أبو زيد؟ نعم تحياتنا لكم إن شاء الله. سماحة السيد يجاوبكم على السؤال. أيضا لدينا بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم. شلون حالكم؟ انا سؤالي هو انه رجل مثلا اخذ اشترى ورق دولار من واحد بالاجل لمده شهرين وبسعر عراقي يعني الورق ب 147 حتى يعني باع الورقه ب 167 لمده شهرين يسدد له 167 اجت مده الشهرين ما عنده يسددها فتاخر على التسديد لمده شهر طالب صاحب الورق الدولار انه دفع الشهر الباقي كذلك ياخذ هو الورقة 10,000 دولار بهاي العشر تالاف انه جوز ياخذها حلال حرام وشكرا لكم جزاك الله خير. واضح سؤالك. نعم ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. ويانا اتصال ومشاركة من الاخ ابو علي حياكم الله. السلام عليكم ولاي. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. مولاي سؤال. نعم يا ابو علي تفضلوا. مولاي صار لي 7 سنوات تقريبا اصوم. ما تصوم؟ نعم عندي مرض مزمن بالمثانة. وجربت مرات اجرب مرات اخذ 5 ايام او 6 ايام ويصير عندي الم قوي ارجع للعلاج. وعلى هاي الحالة بقى المرض مزمن عندي ما يعني كل ما أبدأ أصوم أتأذى أكثر وبعد ما أدري شو اللي. نعم يا أبو علي إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم على السؤال. نعم ويانا اتصال آخر. نعم يا أبو جحفر حياكم الله تفضلوا. الشيخ أنا صاحب سيارة بلي ما الحمل ورباط بالسبوع أطلع كروة بالسبوعين. نعم يعني شلون الحكم هاي؟ نعم ابو جعفر تطلع من غير محافظه يعني من غير منطقه؟ والله نوبات داخل محافظه يعني نادرا اطلع غير محافظه. انت السياره شنو حمل؟ سياره باص؟ اي سياره حمل. حمل اكثر طلعاتك خارج مدينتك؟ خارج مدينتك لو لا داخل مدينه؟ لا خارج مدينتي. داخل مدينه؟ لا خارج المدينه يعني خارج المدينه اطلع. يعني بين المدن بين المدن. نعم نعم اطلع 70-80 كيلو عن بيتنا. اي كم مره بالشهر؟ مرتين ثلاثه؟ والله يجوز احتمال بالشهر لو اطلع مره لو ما اطلع. جيد جي. نعم ان شاء الله يا ابو جعفر يجاوبك سماحه السيد. نعم ويانا اتصال اخر ومشاركه من زهره. نعم حياكم الله يا زهره تفضلوا. نعم ابو زهره حياكم الله يا ابو زهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال سماحة السيد. نعم يسمعكم السيد. قبل اجي واحد للمنطقة. نعم. يبيع عمود منزلية ويبيع شو اسمه فصار يعني شلون عرف يعني بس ما عرف مثلا عندنا من عند بغداد يجي يعني صار صديق لنا وهذا. نعم. من ما بعد صار يطلبني 30,000 دينار. أنا جيت الثانية أعطيني إياها، راح بعد ما رجع. نعم. يعني سألنا عنه، ردنا من عدة، راح شلون يعني أتصدق فيه؟ ما أعرف عنه وين صار، وصار يعني فترة طويلة.
واضح. نعم ان شاء الله يا ابو زهراء. اي جوابكم سمحت السيد على السؤال. ويلا اتصال اخر من الاخ ابو علي. نعم حياكم الله يا ابو علي، انتم على الهواء. حياكم الله، السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم يا ابو علي. يا ريت تبتعد عن التلفاز حتى يكون الصوت واضح. نعم بالنسبه للمرات يعني انا بالنسبه لي عندي سكر او كهرباء الناس، بس مرات اتمضمض الظهر، اطلع الوضوء مال الظهر وافسك الماي مرتين ثلاثه، فمرات يصير عندي الشك هذا، يعني هو ما يدخل للجو بس بالحرق فقط، ويصير عندي الشك مرات حتى اليوم الحاله صارت عندي. نعم. فهي المضمضه مثل المضمضه جاهزه او لا تتحاشاها زين؟ نعم ابو علي ان شاء الله. سؤال ثاني بدون لحم رحمه الله. نعم تفضلوا. بالنسبه لغسل الجمعه اليوم، نعم مجزي عن 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 الوضوء ما الظهور مجزي؟ نعم ان شاء الله. سمحت سيدي جاوبكم. تحياتنا لك يا ابو علي. نعم ويانا اتصال ومشاركه. ابو رضا حياكم الله يا ابو رضا، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون مولاي؟ حياكم الله. نعم يا شاهد. انا عسكري اداوم بالرمادي. نعم اداوم بالرمادي، اداوم 17 انت سبعه ايام. نعم الناس سبعه ايام من اجل اهلي كثير السفر، امشي يوم اطلع انا سبعه ايام ما عندي هنا ولا يوم. نعم صيام شلون والصلاه؟ وين تطلع يعني برا المدينة لو برا بيتك؟ أطلع بمحافظات. زين في 17 يوم بالشغل والسبع أيام لما تنزل هم تفتر بالولاية. بالدوام سيد، بالدوام سيد، بالدوام برمادي. نعم واضح واضح يا أبو رضا. إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم، حياكم الله، شكرا على الاتصال والمشاركة. ويانا اتصال آخر ومشاركة. نعم ويانا بصمة نسمح إن شاء الله. ألو السلام عليكم، وفقكم الله إن شاء الله، رمضان كريم، صيام مقبول إن شاء الله، تقبل طاعتكم والله. سؤالي هو يوجد دائما يصير مثل نوع من الماي واللعاب بالبلعوم، بلعوم الشخص الصائم، يعني هل يجوز بلعه أو إظهاره إلى خارج الفم؟ نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. اخر اتصال. نعم ويانا اخر اتصال من الاخت لمياء، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله، تفضلوا. عندي سؤال ممكن للسيد؟ نعم السيد يسمعكم ان شاء الله. اريد اسال، انا عيوني ما اقدر اصوم من ما اشوف بيدي. نعم. وريد يعني السيد يطين حكم، ما اقدر اصمن واشوف ايش يطين، يعني اقدر شو اسوي؟ انا عندي عين فاصله ما اشوفن بيها ثلاث دور، والاخرى يعني قليل بيها. نعم. اشوفن، وريد السيد يعني شنو حكمه على الصيام؟ واضح. نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. يا لمياء شكرا على الاتصال والمشاركة. سمحت السيد حتى نستثمر الوقت ونجاوب على أسئلة الأخوة اللي تصلوينا. طبعا عندنا الأخ أبو علي يقول دائما أنا كثير العزائم أسوي إنه داخل البيت والنساء. أول متصل كان؟ لا يعني كان أول متصل قبل هذا، يعني كان بصمة، بس إحنا دائما الأولوية لأصحاب الاتصالات ومن ثم حتى ما نبخس أصحاب البصمة حقهم. أبو علي يقول دائما سيدنا أسوي يعني عزائم ولائم في البيت، ونؤمر النساء إنه يسوون ويطبخون ويقومون بالواجب. شنو الحكم هنا أخو؟ ما يأثر؟ أولا قضية أنه المرأة تشتغل بالبيت أو في الواقع تقوم بمهام البيت وتطيع زوجها في ذلك بلا إشكال، أنها في واقع الحال متفضلة. متفضلة على الزوج، متفضلة على العائلة، لأنها تقوم بعمل ليس واجبا عليها، ولكن هي طيبة، هي إنسانة تحب العائلة، تحب زوجها، فتطيعه في ذلك، وهو أمر طيب. وأنا قلت للأخ أبو علي أنه هذه المرأة لابد أن تشكرها، لابد واقعا
تقدرها وتعزها أبلي. ولا يحق لك أن تفرض عليها بالفرض والإجبار والقهر. نعم. هذا ما يصير. بالرضا، بالرضا والمودة والمحبة، نعم طيب، ولا إشكال في ذلك. يقول الخطية ذن صائمات على حالهن متحملات، الله يحفظهن إن شاء الله. أبلي. فلا إشكال في ذلك، ولكن هونا هونا شوية شوية. نعم. يعني مو فوقها لا يعني مو فوقها فوقها كل يوم، خلي في ثلاثة أيام مرتاحة، يوم الرابع سوي وليمة، شوية في أربعة أيام مرتاحة، وهكذا حتى المرأة تصل إلى أمور أخرى، تصلي، تقرأ ونجاة، تقرأ القرآن، فكون أنت معين لها في طاعة الله. نعم. صحة السيد أيضا صاحب البصمة يقول يعني صاحبة البصمة تقول يعني ربما يعني والدهم عنده أملاك، لكن الأملاك وضعها سجلها باسم الـ يعني الـ الأولاد فقط، وبقت يعني البنات إنه ربما يعني عندهم حالة من الزعل على هذا الموضوع. بئس ما فعل والدهم، بئس ما فعل والدهم. الوالد بعض الأحيان يسوي التصرفات يجعل النفرة ما بين الأخوة والأخوات. نعم. أخي الكريم، أنت من تجعل أموالك كلها بيد أولادك أو إلى أولادك وتمنع بناتك، هذه بناتك على حال بنت يعني من فلذة كبدك، فإذا تمنعها ليش؟ والله لأن زوجها أنا ما أريد يحصل شيء، هي بنتك، بنتك تقول هذه فلوسي، هذه ورثي، تخليه باسم بنتك، هذه إلها زين، تقدير إلها. أما هذا الفعل الذي قام به هو فعل غلط، ليس حراما، لا 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 لا، مو حرام. الأبو يريد ينطي أملاك للغربة، يريد ينطي أملاك للأيتام، حق التصرف. نعم. الأب كيف؟ نعم. بس أقول صحيح هذا؟ قلت لا، بئس الفعل هذا. نعم. ليش؟ لأن عندنا روايات عن النبي العظيم صلى الله عليه وآله، لا تحاولون أن تميزون بين أولادكم حتى لا تسببون شحناء وبغضاء. نعم. ومشاكل بينهم. الآن بنات يكرهون أولا أخوتهم، أخوتهم أيضا في هناك مشاكل، وهذا ليس صحيحا، ولا ندعو لذلك ولا نشجع في ذلك. نعم أحسنتم. سمعت السيدة كذلك صاحبة الوصمة تقول أني يعني مريضة، وربما أضع في بعض الأحيان مادة الزيت على رأسي، هل يبطل الوضوء؟ نعم، الوضوء لازم أنا أمسح رأسي وشعري ما بي زيت. الزيت والدهن يمنع من المسح الرأس للوضوء، فلا بد أن يكون الرأس شنو؟ ليس مزيتا، ليس فيه الدهن دسومة. نعم. نعم. تقولي أنا عندي علاج شو أسوي؟ أقول توضي. نعم. توضي وبعدين خلي العلاج، توضي كملي وخلي العلاج، وخلي العلاج إلى 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، ولكن تم توضاية. فالوضوء قبل وضع العلاج هذا طريق جيد، حتى الإنسان هم يؤدي واجبه وهم علاج مشكلته. نعم سمحت السيد. كذلك الأخ أبو زهرة اللي يعني ربما أراد أن يوصل مناشدة لسماحتكم. أنا ما أدري في الواقع، شوفوا أكو مشاكل عند الناس في دوائرهم في مؤسساتهم، نحن لا ندري أنه واقعا هو مقصر، دولاك مقصرين، بقول ذاك المعمم مقصر، ما أدري أنا واقع الحال. فقلت أنه من باب أنه إغاثة إنسان ملهوف أو عنده مشكلة، عسى ولعل أنا أتصل أشوف شنو وين المشكلة، أقدر أسوي شيء أسوي، إذا ما قدرت بعد بيني ما بين الله أنا معذور. نعم. سمعت السيد كذلك الأخ صاحبة البصمة تقول أني أطلع الصبح وأرجع تقريبا بثلاثة، ومن أرجع أنه متعبة ومرهقة، ويعني ما أقدر على الصوم، هل يحق لي أن أفطر؟ فأنت أختي الكريمة بين أمرين، بين أن تصومي وتجلسي في البيت حتى ترتاحين، وبين أن تعملي بالوظيفة وتتركين الصوم، وشي بعد؟ وبين أن تتحملي كلاهما، هم الصومين هم العمل، وهذا تقولين صعب علي. فأنت بين هذين الأمرين، فأنت أي واحد ترجحين؟ ترجحين الصوم لو عملك؟ يقول سيدنا إذا العمل أنا أقصر فيه وأتخلف عنه، قد شنو يطردوني من العمل، وأنا العمل أريده. زين، تقدرين تأخذين إجازة؟ تقدرين تأخذين إجازة؟ يا بأين رمضان أريد إجازة، تقدرين؟ نعم، خلال شهر رمضان مثلا. تقول إيه أقدر، يجب أن تأخذ إجازة. نعم. يجب أن تأخذ، ليش؟ لأنه ما دام قادرة أن تأخذ إجازة
حتى تصومين لازم واذا ما حصل سماحة السيد تقول لا ما عندي اجازه ما ينطوني سيدنا ولكنها ما اقدر اصوم كلش تعبانه اعلمش طريقه اعلمش طريقه شنو الطريقه قبل ما ترحين هي قالت ايش قد اقل من 22 كيلومتر المسافه اقل نعم اقول لها انت طلعي شويه فوق ال 22 انت مو رايحه طلعي فوق المسافه فوق المسافه اكلي هناك افطري بالسفر يعني قطع المسافه 22 كيلو فوق 22 اكلي تتناول اي شيء احسن اكلي وارجعي الى وين؟ الى العمل واضح؟ نعم. فترجعين انت فاطره بسفر نعم. مو فاطره لان عندك عمل، العمل مو عذر أمين. العمل ليس عذرا نعم. وانما التعب ما يجي يخليك اقول انت سافري حتى يكون عذرك للافطار هو شنو؟ هو نعم. السفر قطع المسافه الشرعيه. نعم سمعت السيد يعني يعني هذه البنت انه يعني تمسك مثلا لام تقضي اذا فطرت يعني طبيعي إذا عبرت المسافة وأكلت نعم. فهذا اليوم ما صايمته تقضي بالشتاء تقضي وقت آخر نعم أحسنتم كذلك الأخت سمحت السيد أم كيان تقول أني كثيرة الشك حتى ربما الطفل اللي يلمسها كذا وقلق من هذا الموضوع هذه خطية يعني عندها الشك ووسواس فلابد أنه تراجع الطبيب إن شاء الله تعالى بس يا بنتي الشك أن الطفل نجسني كذا صومك ان شاء الله ماكو اشكال وهذا الشك ان شاء الله مو حرام عليك ولكن المفروض الانسان ان يترك حالة الشك ويبني كل شيء شوفوا قال الامام الصادق وانا صايم وجاء اقول الرواية يعني اذا الرواية مو صحيحة انا صومي راح يبطل فانا متأكد هاي الرواية صادرة عن الامام الصادق والفقهاء يستندون عليها شو تقول الرواية كل شيء لك طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس رواية أخرى أنه قدر فكل شيء أنا أحسبه طاهر ابني إجا إيده مبللة خلاه على ثوبي هذا نجس أو لا ما أدري فإذا ما تدري ابني على الطهارة ابني دخل رجليه مبللة هذا ما أدري ماي بولش ما أدري فإذا ما أدري أبني على الطهارة هذه قاعدة الطهارة حلالة مشاكل بلي. قاعدة الطهارة واقعا مفتاح لكثير من المشاكل وانت التمسكي بهذه القاعدة حتى تبعدين الشيطان والوسواس عنك نعم سمعت السيد كذلك الأخ أبو حسن يقول أنا عامل والله عز وجل يعني رزقني بطفل فجأة كذلك يقول أنا حالة زوجتي اكو شيء اسمه واحد يمسك نفسه على اي حال ما يصير واحد يقول انا خل اسوي الاطفال وبعدين انا ما اقدر وتعاي سقطي اسقاط الجنين لا يجوز ابدا لا يجوز ذلك والله لان انا فقير او ما عندي فلوس او ما لي خلق هذا لا يجوز القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لا تقتلوا أولادكم يعني لا تطيحوهم لا تسقطوهم خشية إملاق يعني خشية الفقر لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الله يقول أنا الرزاق أنت ليش تقتل هذا هاي نفس هذه فما يجوزك أخي تقول سيدنا مو شلون هاي شلون مو هذا بعد انتهى قضي القضاء قضي الأمر انتهى الطفل صار وما يجوز لكم تسقطوه وإن شاء الله تعالى يكبر بعزكم وإن شاء الله الله يفتح على هذا الطفل يفتح عليك أبواب والله يا أبو حسن أنا شفت بعيني أنا شايف أنه واحد حالته كلش تعبانة والطفل الخامس ما راده بس لما أجى الطفل الخامس الله فتح على هذا الطفل برزق كبير ليش؟ لأن الله يختبر الإنسان الله جي يختبرك أنك عندك ثقة بالله لو ما عندك ثقة بالله إذا ما عندك ثقة بالله الله بعدين يعاقبك تقول أنا واثق بالله الله قال خلص أنا الرزاق ذو القوة المتين خلص يا أم حسن خلي الطفل خليه يجي والله سبحانه وتعالى هو الكفيل إحنا شو نسوي واقع توكل على الله وما يتوكل على الله فهو حسبه نعم أحسنتم سمعت السيد إن شاء الله تصل الرسالة إلى الأخ أبو حسن
كذلك الأخ أبو زيد يقول عندي سكن في محافظة أخرى، ودائما يعني أذهب إلى هذه المحافظة، وربما يعني في بعض الأحيان يطلع أصبح السيد أنه بعد الفجر. شوف حبيبي، إذا أنت عندك محلين، بيتين، وطنين، من هالوطن تطلع لهالوطن الثاني. إذا طلعت الصبح منها، طلعت من الوطن الأول، طلعت متسحر وطالع إلى الوطن الثاني، من توصل الوطن الثاني قبل الظهر، توصل إلى قبل الظهر، جدد النية وابقى على صيامك. فمن خرج من وطن إلى وطن آخر وكان ناويا للصوم قبل طلوع قبل دخول قبل الزوال، يعني قبل الظهر، فيمكن أن يجدد النية ويبقى على صيامه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسنتم. سمعت السيد أيضا الأخ صاحب الوصمة يقول اشتريت دولار لمدة شهرين، ويعني أبيع في بعض الأحيان الورقة بغير سعرها، مثلا إذا كان هي مثلا 47 أنا أزود عليها 65. نعم 65. ماذا يترتب على ذلك؟ ما في إشكال. واحد اسم، لا سؤال غير، أنا رح أبين. نعم. سؤال الأخ يقول أنا أبيع الدولار بسعر أعلى لوقت مؤجل. يعني أنا الدولار الآن 147 ألف، أنا أبيعه ب 165 ألف الورقة لمدة شهرين. ذاك يقول ما يخالف، ما يخالف. فألف دولار، ألف دولار 1,470,000، أبيع الهياب 1,650,000 ألف دولار. يقول من صار الوقت، هو يقول من صار الوقت الشهرين حل الأجل، أجل قلت له يا أخوي وينهن؟ قال والله ما عندي سيدنا، ما عندي. فالشهر شهر انقضى عن الوقت. بعد شهر اجى صاحب الدولار قال لي ها شنو؟ قال لي ما يخالف انطيك. قال لا، مو بس تنطيني 1,650,000، لازم تنطيني على كل 100 دولار شنو؟ 10,000. هذا ربا، هذا ربا، هذا ربا. التفتوا، الانسان لما يشتري شراء، لما يشتري دولار او يشتري اي شيء بالدين، بالدين يعني في ذمتي لازم ادفع له. ما يصير اذا تاخر الدين تزيد على السعر، ما يصير، انتهى، لان هذا زياده والزياده ربا. نعم احسنتم سمعت السيد. كذلك الاخ ابو علي يقول صار لي 7 سنوات لم اصم، يعني وعندي مرض مزمن. نعم سمعت السيد. يقول تارتا اجرب ولكن يعني لا ندري، واقعا ما ادري، هو لابد ان يراجع الى طبيب يرى نفسه ويقول انا اجرب اصوم ما اقدر، ما اعرف ان السبب شنو. ولكن عموما عموما الشيطان فيه هالشكل احوال ياتي الانسان، انه انت مريض ها راح تموت، شوف اذا قامت ترجف، شوف عيونك شلون صارت، شيطان شيطان يوسوس انه ها سيدنا شوف عيونك قامت تغوش، فهذا الصوم مو زين، افطر. فبعض الأحيان الشيطان يوسوس للإنسان ويقلب إلى أنه أنت مريض 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 مريض، هو هم يصدق. أنت لازم واقعا تشوف نفسك، ونفس الوقت هم تراجع طبيبك، وإذا إذا يعني جرب صوم يوم يومين شوفه ولقن نفسك أنه الحمد لله نزين، وإن شاء الله تعالى تستمر. وإلا تقول لا واقعا بيني ما بين الله أنا إنسان ضعيف عندي مشاكل عويصة، هذا بعد معذور. نعم. سمعت السيد. كذلك الأخ أبو جعفر يقول أنا صاحب سيارة حمل، ومرات يعني تجيني كروة لخارج المحافظة، يعني أطلع، شنو اللي يترتب على ذلك؟ شوف حبيبي، السائق له حكم خاص. نعم. السائق بلي. من كان سائقا فله حكم خاص. ولكن حكم الخاص وين؟ في سياقته اللي يمارس السياقة فيه. يعني الآن هو يقول أنا بالشهر مرتين أطلع، هالطلعة اللي تطلعها، هالطلعة اللي تطلعها صلي تمام وصوم. ليش؟ لأنك أنت سائق، والسائق إلى حكم الخاص. نعم. مرة تقول لا سيدنا أنا ما جاء أسوق التريلة، أنا رايح ويا أولادي الكربلة زيارة، نقول له صلي قصر مصوم. ليش؟ لأن هاي السفرة مو سفرة مهنتك. نعم. سفرة مهنتك شنو؟ الصلي تمام الصوم. أما سفرة زيارة أو تسيارة هنا أنا شنو؟ تختلف هنا. أحسنتم. ليش؟ لأن سفراتك أقل من 10 سفرات.
ما دام أقل من 10 سفرات فأنت فقط في سفرة العمل اللي تسوق بها تصلي تمام والصوم حتى لو كانت سفرة واحدة بالشهر. نعم. سمعت السيد كذلك الأخ أبو زهراء يقول سابقا يجي شخص يبيع أغراض في يعني أغراض منزلية في المنطقة. في يوم من الأيام أنا اشتريت من عنده وظل يطلبنا فلوس، شلون يعني أتصرف؟ لازم تحافظ على هالحقها 30,000 دينار تحافظ عليها إلى أن يجي تبحث عنه، إلى أن يجي فابحث عنه ابحث عنه، إذا أجى جيد أطهية، ما أجى ويأست منه قال يا أبا سيدنا هذا ميت قتلوه الإرهابيين مثلا ويأست من حياته، يأست لم أعترف تصدق بيها عنه تطيل الفقير عن ذاك بنيابة عن هذا الشخص. بلي بلي نعم. صدق نعم. إذا يوم الأيام إجى سلام عليكم أنا جيت لازم تطيل مرة ثانية حتى وإن إنه دفعت حتى لو دفعت لبلي. نعم. سمعت السيد كذلك الأخ أبو علي يقول أنا عندي يعني مرض سكر ودائما أتمضمض ويصير عندي شك يعني ماكو إشكال حبيبي أنت إذا للوضوء المضمضة الوضوء مستحبة المضمضة للوضوء مستحبة فحاول أن تتمضمض و تبصق يعني مرة مرتين تبصق حتى المايلي بالفم يطلع. نعم. فلا إشكال في المضمضة للوضوء أو لغير الوضوء، ولكن لغير الوضوء دير بالك لا ينزل شيء، إذا نزل شيء مشكل. أما الوضوء مستحب، فإذا مضمضت إذا بدون شوف شوي انتبه إذا بدون اختيارك نزل شيء في المضمضة الوضوئية، المضمضة الوضوئية إذا نزل شيء بدون اختيارك ما عليك شيء. من دون اختيار. بدون اختيار. نعم. واحد من الباب اللطيفة أبو. واحد قال سيد أخوي شحت شاي هاي. أنا كل ساعة أروح أتوضأ. نعم. وأتمضمض حتى شوية هذا. لا بيصير. نعم. فالمضمضة الوضوئية نعم إذا بدون اختيارك نزل شيء ماكو إشكال. إذا نزل شيء ماكو. أما المضمضة التبردية إن صح التعبير. نعم. حتى يتبرد هنا لابد أن يدير باله. ويكون حذر عدة مرات. نعم. أيضا الأخ أبو علي عنده كان سؤال ثاني سماحة السيد غسل الجمعة مجزي عن الوضوء أو يجزي عن الوضوء؟ بلي بلي عند سماحة السيد. نعم. يجزي عن الوضوء. نعم. كذلك الأخ أبو رضا يقول أنا عسكري أداوم بالرمادي 17 يوم وأنزل 7 أيام خلال هذه 7 أيام أسافر لغير محافظة سماحة السيد. هسه عندي حكايه ويا تقبل احكي وياه شو اسمه؟ نعم الأخ أبو رضا. أبو رضا حبيبي هسه 17 يوم بالعسكرية كذا راجع لأهلك 7 أيام وأيضا تروح منها منها الأولاد النسوان ما يحتاجوا هنا شوي تقعد وياهم تدير بالك عليهم وتراقب أولادك وما يصير يا حبيبي أن لأهلك عليك حقا هاي كمسألة أخلاقية أتكلمها أن لأهلك عليك حقا أولادك لهم حق أما تروح منها مشيات وكذا هناك 17 يوم يقول يا هاي وظيفة أما رجعت أقعد يم أهلك شوية بيصير هذا كقضية أخلاقية أما تقول أنا شنو حكمي واقع الحال أنت 17 يوم في العم في الـ في الدوام مقيم هناك وصلي وصوم تمام ولما تروح سفرة ولما ترجع سفرة إيش قي صار سفرتين وهنا عندك 7 سفرات 7 أيام كل يوم تطلع إذا 7 أيام كل يوم تطلع راح يصير عندك 9 سفرات إذا تقول لا سيدنا 5 مرات أسافر 5 مرات المهم إذا كان 7 سفرات كل يعني كل الشهر 7 سفرات عندك سافر 22 كيلومتر لا. فأنت تقصر يعني تصلي قصر ومصوم في هاي سفراتك أما تقول لا أنا في واقع الحال سفراتي 10 فلازم أصلي وصوم تمام في كل مكان فأنت لازم تشوف عدد سفراتك إن كانت 7 مجموعها يعني روحتك للدوام ورجعتك للدوام 2 و7 أيام أيضا بالسفرات الأخرى هاي راح يصير 9 سفرات إذا 9 سفرات تجمع بين القصر والتمام صلي تمام وصلي قصر والصوم وتقضي واي مشددة وياي إذا 7 سفرات لا صلي قصر مصر. نعم سمع السيد الأخت لمياء حتى يعني نختم في هذه الإجابة تقول لدي مشكلة في إحدى العينين ويعني السبب لمشكلة واقع الحال إذا كان الصوم يؤذي البصر ويؤذي عينك واقعا يصير عندك عمش كذا فأنت معذورة ولكن لابد أن
تلتفتي أنه إذا استعملت الأدوية وصار عينك صحيحة وسليمة لازم تقضيها في وقت آخر. نعم سمعت السيد، يعني هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكرا لكم، وكذلك إن شاء الله نعدكم في حلقات أخرى إن بقينا وبقية الحياة. ربي يحفظكم، وجدا من جنابك الكريم. وكذلك شكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله، في أمان الله ورعايته.